بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام في كل مكان، انطلاقة موفقة، نتمنى التوفيق للجميع. شوطنا أيضا الأول الجعدان الصعوب ينطلق على حضراتكم في هذا التحدي الجميل. أبلج على المركز الأول غصب صالح الوهيبي مع المركز الأول، ولكن من الجانب الآخر المتدخل في هذه اللحظات من ينطلق في هذا الانطلاق الجميل. هنا أيضا هناك مسند حمد بن حمود الوهيبي مع المركز، ومهند مع المركز الثاني. المركز الثالث القادم في هذه اللحظات مع شاهين علي بن عبيد الوهيبي على المركز الثالث، والمركز الرابع القادم لبي، أو هناك القادم حفلان عمر بن حمد الوهيبي مع المركز الرابع. هذه النتيجة لأربعة مراكزنا الأولى المنطلقة. يا سلام، هذه النتيجة وهذا هو التحديات الجميلة والتحديات المثيرة إلى أربعة مراكزنا الأولى المنطلقة. يا سلام، هذا هو التحدي الجميل. يا سلام يا سلام، الانطلاقات المثيرة. أعود إلى الأبلج نحو المركز الأول مع صدارة هذا الشوط والمركز الأول، والانطلاقة غصب صالح بن عامر الوهيبي اللي ينطلق في هذا الانطلاقة الجميلة. والشوطنا الصعوب الأول الجعدان بقيادة أبلج 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 نحو المركز الأول اللي ينطلق في هذا الانطلاقة المميزة، وبقيادة غصن بن صالح الوهيبي، ولكن الوصول ايضا من قبل شاهين علي بن عبيد الوهيبي. ولكن أبلج نحو المركز الاول نحو صدارة هذا الشوط. تهانينا والناموس على هذا الاداء الجميل والاداء المميز، وعرض ايضا هذا العرض الرائع والجميل. تهانينا والناموس على هذا التقدم الجميل. تقدم أبلج لقصن بن صالح الوهيبي المركز الثاني، كان هناك شاهين علي بن عبيد الوهيبي المركز الثالث، ايضا هناك مرضي هلال بن مبارك دويكي، وتوقيت الزمن دقيقتين وعشر 44 جزء من الثاني. تهانينا والناموس.